السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم على منصة رواق في الدورة الثانية لتعليم العربية للناطقين بغيرها. بداية أحب أن أشكر منصة رواق والقائمين على هذه المنصة، حيث سمحوا لنا التواصل لمدة شهر أو يزيد في الدورة الأولى وقاموا على ذلك. وكذلك أيضا أشكر إخواني وأخواتي الزملاء والزميلات من معلمي العربية في كل مكان، حيث كان التواصل معهم إيجابيا جدا، وكان هناك نوع من التبادل النفعي سواء منا أو منهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى لهم الإخلاص والقبول والنفع أينما كانوا وأينما حلوا، إنه ولي ذلك ومولاه. الشيء الثاني أردت أن أقول بأن هذه الدورة، يعني الدورة الثانية، ليست امتدادا للدورة الأولى، يعني نحن لم نعلن عن إنشاء الدورة الأولى ثم الدورة الثانية، ولكن أعلننا عن الأولى لكي يأخذ المعلم قسطا معرفيا عن تعليم العربية للناطقين بغيرها. لكني ارتأيت أن المعلم بحاجة أيضا ماسة جدا إلى التطبيق العملي، وهو التطبيق الذي لا يسمح له إلا في المراكز، يعني المراكز التعليمية، أن يكون الطالب أمام المحك في الفصل، أمام الطالب، أمام المنهاج، أمام الكتاب، أمام معلم آخر يقول له هذا يفعل بهذه الطريقة وهذا لا يفعل بهذه الطريقة. لكن الأمر صعب جدا، يعني الأمر بالنسبة للمعلمين صعب، كما ذكرنا أيضا أن هذا من معوقات الوصول إلى هذا المجال. يعني نوينا بحول الله سبحانه وتعالى أن ننشئ الدورة الثانية، وهي دورة علمية بحتة، يعني تعتمد على الورقة والقلم، وهو إن شاء الله بإذن الله تعالى سنشرع في شرح منهاج اللسان العربي، كيف نعلم الطالب اللغة العربية ابتداء من الصفر إلى أن يصل إلى نهاية المستوى الأول، وهو أن يتكلم الجملة الكلاسيكية البسيطة، وأن يتحاور وأن يمشي في الشارع، يتكلم، يبيع ويشتري ويتعامل بشكل جيد، يعني يأخذ قسطا ولو 20% من اللغة العربية. فأرى بأن هذه الدورة مهمة جدا جدا للمعلمين، سواء كان المعلم يعلم فردا واحدا أو يعلم مجموعة مع بعضها. أما بالنسبة للوصول إلى المنهاج، هل المنهاج مطلوب أو غير مطلوب؟ في الحقيقة سواء كان المنهاج موجودا معك، يعني اللسان العربي موجودا معك أو غير موجود، يعني غير متوفر لديك، الأمر ليس صعبا، هو إطار عام لتعليم العربية للناطقين بغيرها. كيف تبدأ؟ ما هي الإشكالات التي تواجهك في الدرس الأول في الدرس الثاني؟ ما هي الخطوات التي يمكنك أن تتدرج فيها لكي ينطق بشكل سليم إلى آخره؟ يعني هو عبارة عن دروس، نحن ربما تعمل بدون منهاج، ربما تعمل بمنهاج آخر، هذا ليس فيه إشكال أبدا إن شاء الله تعالى. فأرى بعون الله تعالى أهمية هذه الدورة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسرها وأن يعيننا على دروسها، وكذلك أيضا أن يعين إخواننا على مذاكرتها ومطالعة ما فيها من خير، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك ومولاه. ونحن ننتظر إن شاء الله دعم الإخوان، الطلاب هم الذين يدعموننا دائما، ليس فقط هم من يستفيدون، أنا أيضا أستفيد دائما من تعليقاتهم ومن تلخيصاتهم إلى آخره. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.